بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم في الدرس الثاني من دروس HTML Images اللي من خلاله حنتعرف كيف نعمل إدارة للصور وتضمين الصور في المواقع الإلكترونية ضمن مساق تعلم الـ HTML لتصميم مواقع الإنترنت. بالدرس الماضي تكلمنا عن الإيمج وقلنا عنه إيمج تاج وفيها مجموعة من الأتريبيوت، وقلنا إنه إحنا ممكن إحنا نعمل الـ Width والـ Height ونعمل الـ Alt ونعمل الـ Title، وكل هذه عبارة عن أتريبيوت خاصة في الإيمج تاج. طيب اليوم حنكمل باقي النقاط اللي احنا تكلمنا فيها بالماضي. طيب وبأيضا تكلمنا في موضوع السورس وقلنا انه كيف نشتغل على موضوع السورس من خلال المجلد او من خلال ملف موجود بجوار الملف اللي انا واقف عليه الا وهو image.html. طيب اليوم حنحكي على موضوع اللي هو الايمج از لينك، كيف بدي اخلي الصورة عبارة عن مين؟ عن رابط. طيب تعال نضيف صورة غير الصورة، هذه هي صورة الهيدر، بدنا نتكلم عن صورة اضافية ثانية. هذه الصورة بدنا نقول هي ايمج. الآن بدي أحط سورس، ناخذ صورة معينة، وبالمناسبة أنا في عندي هنا صور خاصة بالآيكونز، أصبح أنا في عندي صور وفي آيكونز، خنشوف كيف بدنا نتعامل مع الآيكونز، وبالمناسبة في درس أنا حأشرحه حتى نتعرف كيف نجيب الآيكونز من مصادرها المميزة واللي هي حتكون فري موجودة وموجودة معنا. بدنا نتكلم إحنا ممكن إحنا نجيب هاي سيرتيفيكيشن، هاي هذه كنترول اللي هو رينيم، بعمل كنترول كوبي وبالمناسبة .png. طيب وين موجودة؟ في ملف الايكونز. لاحظوا أنا كيف بدي أصل لهذه الصورة وأضمنها حتى تكون عبارة عندي عن هاي عن رابط. طيب إيش الصورة هذه؟ هي موجودة في مجلد الايكونز وسلاش، وهي اسم الصورة .png. أصبح أنا قدرت أجيب الصورة هذه. تعال باختصار شديد نشوف الصورة، هل تم جلب الصورة ولا لا؟ ولاحظوا وين جبنا الصورة؟ بعد الصورة هذه مباشرة ظهرت عندي الصورة الجديدة. طيب الصورة الجديدة اللي بدي اياها تكون الويدث تبعها والهايت. طيب في هنا نقطة صغيرة، احنا تكلمنا في الويدث والهايت بالماضي، هيهم عبارة عن ايش؟ عن اتريبيوت مرفقين مع الايمج تاج، ولكن في عندي طريقة تانية، هل يمكن استخدم الويدث والهايت عبارة عن اتريبيوت في الستايل اتريبيوت، يعني عبارة عن خصائص في داخل الستايل اتريبيوت؟ نعم يمكننا ذلك. تعالوا نجرب، نفتح الآن، هاي في عندي ستايل اتريبيوت حكيناه في الدرس قبل الماضي. الآن ايش بدي احط في داخل الستايل؟ بدي احط البروبرتي والفاليو تاعت البروبرتي. اول بروبرتي بدي اخذها الويدث، هاي الويدث بحط نقطتين هنا مش يساوي، نقطتين لاني بدي احط قيمة البروبرتي او قيمة الخاصية تاعت الستايل، اقول احطها 100% او احطها 250 بكسل. طيب وفاصلة منقوطة بين البروبرتي الاولى والثانية. طيب البروبرتي الثانية في داخل الستايل هذا ايش حتكون؟ حتكون الهايت، الارتفاع. طيب كم بدنا الارتفاع؟ بدنا اياها تكون 150 بكسل. اصبح اليوم انا حطيت في داخل الستايل خاصية العرض وخاصية الارتفاع، وهي كمان فاصلة منقوطة، واعملوا سيف وتعال نشوف ايش اللي صار معانا في الصورة هذه. اصبح شفنا الصورة الان صغرت وصارت امامنا بالطريقة اللي احنا شايفينها. لاحظوا الان لو بدي احط الصورة هذه واجعلها كرابط ايش ممكن اسوي؟ تعال نشوف ايش ممكن نسوي. لو جينا بدنا نخلي الصورة هذه كرابط، كيف كنا احنا نعمل الرابط في السابق؟ تذكروا ارجعوا في الدرس اللي اخذنا فيه اللينكس، ارجعوا ايش كان نسوي؟ كنا نقول انكر، وفي داخل الانكر في عندي هايبر ريفرنس اتش ار اي اف، بتشير لي على المكان اللي انا بدي اصل له. طيب ممتاز، انا مثلا بدي اصل للجزيره، بقول له الجزيره، وهنا بدي احط رابط الجزيره www.aljazeera.net. هنا الرابط اللي انا بدي يوصلني لإله ضغطت على هذه الكلمه، وهذه الكلمه حتظهر عندي في الشاشه او في البراوزر عباره عن لينك، عن رابط. بمجرد ما اقف عليها حيكون عندي يد لاني اضغط واذهب وين؟ اذهب على هذا المكان. طيب على نفس الغرار وعلى نفس الشيء بيبقى انه احنا نحط بدل الجزيره نحط الايمج. شفتوا بس هاي الفكره، حطوا كنترول اكس وحطوا هنا الايمج. اصبح الان ايش صار عندي؟ صار عندي انه انا الان حطيت انكر،
بوصلني للموقع الامامي، وبالمناسبه بحط هنا HTTPS وهي فاصلتين وهي هنا، بحيث ان انا اتمكن بمجرد ما اشوف الصوره هذه، استعوضنا عنها الصوره في بدل مين؟ بدل الكلمه اللي هي كانت كرابط او كهايبر لينك، حطيت صوره بحيث انه انا اقف على الصوره وين توصلني الصوره؟ على الرابط اللي موجود في الاتش ريفرنس. اتذكرت ولا ما تذكرتوش؟ نروح نشوف ايش صار معنا في البراوزر. افتح البراوزر واعمل ريفرش وتعال هنا. ايوه شفنا الان ايش تحول؟ تحول لانه هنا في عندي اليد. طيب اضغط على اليد، وين رحنا؟ رحنا على موقع الجزيره، ما فيش عندي انترنت الان مشبوك، ولكن هينا احنا وين موجودين؟ على رابط الا وهو موقع الجزيره. بنرجع لموقعنا، بنرجع لموقعنا من خلال الباك لينك اللي على البراوزر. بنرجع بنكمل درسنا. الان اتعرفنا انه كيف نعمل الصوره كرابط. النقطة الأخيرة اللي حنحكي فيها الآن اللي هي كيف نشتغل image floating. ركزوا معايا، هذا موضوع جدا مهم وله ما بعده. floating، ما معنى floating؟ طيب أنا قبل ما أشرح الفلوت، إيش رأيكم أخلي الفلوت في درس ثاني؟ وركزوا معايا، حنركز في الفلوت في درس آخر، ولكن بدي أحكي في بند صغير جدا ألا وهو الصورة. هل لو وضعت جنبها صورة حتنزل تحت ولا حتضلها على نفس السطر؟ تعال نجرب. بدي اجي انا بعد هيك اتكلم اقول بريك لاين حتى انا اجرب بالضبط واضع مجموعه صور جنب بعض. هاي ايمج، وهنا بدي احط برضو ايمج ثانيه، وهي عندي ايمج. اوكي، هاي عندي تو ايمج، بدنا نقول هاي ايمج وسلاش، بس نتطلع على مجموعه ايمجز هنا موجوده. نرجع هنا، ايش بدي انا اجيب؟ هاي بنجيب الايمج هذه مثلا، هاي بابليكيشن 2 وعندي بابليكيشن، ناسي هاي رينيم، وهي كنترول كوبي وجي بي جي. باختصار شديد نجيب الصوره هاي دوت جي بي جي. ولاحظوا معي انا بدي اجيب نفس الصوره هذه، هاي كنترول كوبي، او هاي نفس الايمج هاي كنترول كوبي ونجيبها، بس بدي احط الويدث. معلش سامحوني، بدنا نعيد نفسنا شويه بس هي حتى نستمر اكثر. خليه يكون 25% من مين؟ من عرض البراوزر، لانه هذا تابع من الابو تبعه البادي. يعني لما بقول له 25% من عرض البادي، اذا كان البادي عرض الشاشه حيكون 25% من عرض الشاشه، وهكذا. طيب ايش الهايت؟ ناخذ الهايت، هاي الهايت عباره عن قول 150 او 250، قول 450 بكسل. طيب نفس الكلام بدي اخذه ايش؟ على اللي تحت، هاي كنترول كوبي، وهنا، وهذه كلها بدي كلها تكرار مره ثالثه حتى نشوف انه احنا جبنا الصوره الاولى. واقول لكم بدي اغير الصور حتى، تعال هي قلنا الصوره هذه بدي اغيرها، هاي ستودنت باركينج، هاي رينيم، وهي كنترول كوبي، وحطينا الصوره الثانيه بالاسم هاي الموجود، هاي كنترول في، ونجيب لنا صوره ثالثه غير عن الصور هذه التنتين، الا وهي هاي فري كورس، هاي رينيم، هاي كنترول كوبي، وهي كنترول في، هاي هنا في. لاحظوا معي ايش صار معايا هنا؟ انا جبت ثلاث صور، هاي صوره اولى الثانيه الثالثه جبتها من مصدرها، هاي لاحظوا وين جبتها؟ من المجلد هذا. في داخل المجلد في عندي اسم الصوره بامتدادها، حطيت لها عرض 25% وارتفاع 450، وكذلك الصوره الثانيه عرض 25% من عرض الويندو، وكذلك الثالثه وهكذا. سؤالي هنا، كيف حتظهر الصور على هذه النافذة؟ هل حتظهر الصور بجوار بعضها البعض أم أسفل بعضها البعض؟ تعال نشوف إيش الإجابة من خلال هذا البراوزر. اعملوا إنتر، هيهم إيش صاروا الصور بجوار جنبهم، يعني هذه الصورة بجوارها الصورة الثانية، بجوارها الصورة الثالثة. طيب الآن لما كنا نتكلم في الباراجراف، كيف الباراجراف كان يظهر؟ نيجي هنا نحط مثلا صغير باراجراف صغير، عفوا هاي باراجراف، وهي سكر الباراجراف، تعال هلو وورد، وبدنا اياها تتكرر 20 30 مره، وهي هنا، وهي كنترول كي، ونيجي نطلع على وين صارت الباراجراف؟ انفصلت عن السابق وانفصلت عن مين؟ عن اللاحق. ولو اجينا قلنا بعدها او قبلها في عندي اتش 1، هاد ناخذ اتش 1 هنا، هاي اتش 1، قول
هاي فوتوز او ايمجز، وهي كنترول اصبح. لاحظوا معايا الصور اجوا بجوار بجوار بعضهم البعض، الاتش 1 اجت منفصله عن السابق وعن اللاحق تبعها، نفس القصه الباراجراف انفصلت عن الاتش 1 وانفصلت عن اللي بده يجي بعدها. هنا في عندي تعريفين اساسيات يجب ان احطهم حتى نشرحهم فيما بعد. في شيء اسمه عندي ان لاين تاج، وفي عندي بلوك تاج. البلوك تاج يا جماعه هو التاج اللي بيجيني منفصل عن، بيجي في السياق واي نعم، ولكن منفصل عن السابق وعن اللاحق. الاتش 1 بلوك تاج، اي نعم بلوك تاج. الباراجراف البي تاج بلوك تاج، اي نعم بلوك تاج. اما الايمج لا، ان لاين تاج. لماذا؟ لان الصوره ما نزلتش تحت. طب الاي الانكر عباره ايضا على ان لاين تاج. ليه؟ لانه لو جبنا الانكر بجوار انكر بجوار انكر هيجوا بجوار بعضهم البعض. هي اصبح الان عندي تو تاجز اللي هو بي والاتش 1 عباره عن بلوك تاج، والاي والايمج عباره عن ان لاين تاج. الان سؤالي اللي بده يقدم لموضوع الفلوت، كيف يمكن ان اجيب هذا جنب هذا؟ كيف ممكن اجيب صوره جنب نص؟ طيب لو الان جبت النص بعد الصوره، لاحظوا ايش بصير عندي. هاي الايمج، تخيلوا بدي اجيب الصوره هذه هنا، هي بعد هنا بعد النص، ايش صار؟ تعال نشوف ايش صار. هجيب صوره بعد النص، جبت بعد النص. طيب لو بدي اجيب الصوره، لاحظوا معايا لو الصوره هذه كلها كنترول اكس، بدي اجيبها في داخل الباراجراف. ها في داخل الباراجراف بدي اجيب صوره، تعال نشوف ايش صار عندي. اصبح مش جايه، يعني انا كيف بدي اجيب الصوره ويجي النص جنبها هنا؟ هاي السؤال اللي انا بطرحه الان، السؤال اللي حطرحه حتى تكون اجابته في الفيديو القادم، كيف بدي تكون الصوره عندي هنا موجوده والنص جنب الصوره؟ يعني انا في عندي ترافق لشيئين، واحد ان لاين واحد بلوك، ولكن يجوا متجاورين مع بعضهم البعض. هذا اللي حنجيب عليه في المحاضره القادمه، انتظرونا في درس الفلوت اللي حنستخدم الفلوت فيها مع الايمج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.